بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ الإمام محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. الباب 65، باب ذكر الموت وقصر الأمل. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ورويس إراء خبير بما يعملون، رويس عن يعقوب بالياء. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق. نزل من الحق قراءة مين؟
نافع وحفص. نافع وحفص يقولوا ايه؟ نزل من الحق. وباقي القراء وما نزل من الحق. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وفيه ستة أحاديث. نكتفي النهاردة بالآيات، نقرأ شرحها وغدا نقرأ الأحاديث. الشرح: باب ذكر الموت. المدة بقى اختلفوا فيه، هل ده أمر وجودي ولا عدمي؟ يعني هل المدة عدم حياة ولا ده شيء موجود اسمه موت؟ فهمت؟ الفلاسفة قالوا عدمي، يعني عدم الحياة، والعدمي ده شيء غير وجودي. واضح؟ وإحنا نقول إيه يا أهل السنة؟ يقول لك لا، الموت ده مخلوق. يقول لك خلق الموت والحياة، يبقى الموت ده مخلوق، لو أمر وجودي. فهمت؟ والبعض طوائف أهل السنة وبعض المعتزلة اللي وافقوا الفلاسفة إنه أمر عدمي، قال لك خلق الموت يعني قدر الموت. يبقى خلق هنا مش بمعنى إيه؟ بمعنى أوجد، لا بمعنى قدر. واضح يا أستاذ؟ فهمت إن مذاهب العلماء في الموت، حتى الموت اختلفوا فيها. حاجة سبحان الله. إحنا عندنا الموت ده حياة، هو أمر وجودي لأنه انتقال من مرحلة لمرحلة، فمش عدم. الموت عدم ده زي ما بيعتقد فيه مين؟ الجماعة الوهابية. أمر عدم، خلاص مات، خلاص أنت هتروح تزور ميت، مش مات، خلاص عدم. إن نقول له لا، ده الموت ده عندنا عند أهل السنة، عند المؤمنين، المؤمن بالغيب يا وهابي. أن الموت انتقال إلى حياة أرحب، والنبي يقول الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فهمت؟ لأن النوم أخو الموت، وانت في النوم بتبقى عدم ولا بتبقى موجود برضو؟ مش النبي قال النوم أخو الموت؟ طيب كل شوية نجيب سيرة الوهابية ليه؟ لأن هم عاملين مشاكل في اعتقادات المسلمين، أساءوا أمور كثيرة. باب ذكر الموت. الأكثر أنه أمر وجودي، وهو عرض مضاد للحياة. وقيل عدمي، أي عدم الحياة عما عن من شأن. وفسر هذا اللي هو قال لك عدمي قوله تعالى خلق الموت بقول أي قدره. فهمت كلام الشيخ؟ طيب كويس. وقصر بكسر ففتح، قصر الأمل بفتحتين. قال السيوطي في التوشيح: هو رجاء ما تحبه النفس. يبقى الأمل، تعريف الأمل إيه؟ أن ترجو ما تحبه أن يقع في المستقبل، ده اسمه الأمل. رجاء ما تحبه النفس في المستقبل اسمه الأمل. قال ابن الجوزي: وهو مذموم للناس. يعني الأمل الطويل ده مذموم عند الناس إذا كان أملهم في الدنيا، لأن الدنيا ممكن تسلب منك في لحظة. فأحيانا طول الأمل ده عند عوام الناس يجعله يؤجل فعل الطاعات، عشان كده يبقى مذموم، لأنه يؤدي إلى تأجيل فعل الطاعات. يقول إيه؟ بس لما أخلص الكلية إن شاء الله أواظب على الصلاة. يخلص الكلية وبرضه ما بيصليش. طب ما أنت خلصت يا ابني ليه ما بس؟ طب بس لما أتزوج إن شاء الله أواظب على الصلاة. يتجوز ليه ما تتجوز؟ أصل اتشغلت. لما إن شاء الله أخلف أواظب على الصلاة. يخلف ليه يا ابني ما تخلف؟ يقول لك طب لما ربي العيال وأجوزهم أبقى صلي. قاعد كل شوية يسوف لبعيد، يسوف لبعيد، لحد ما عمره ينتهي منه ما عملش حاجة. فهمت؟ يبقى إيه؟ طول الأمل ده مذموم عند العامة. ليه؟ لأنه يؤدي إلى التسويف وتأجيل العمل. واضح؟ لكن عند العلماء الأمل ما إيه؟ محمود. ليه؟ لأنه لولا أملهم ما كانوش ألفوا كتب. يقول لك أنا إن شاء الله هفسر كتاب الله. يفسر كتاب الله ده معناه يقعد إيه؟ يقعد 10 سنين 20 سنة. يعني معناه عنده أمل إن شاء الله يقعد 20 سنة. بس ده فعل الخير.
لولا الأمل عند العلماء ما صنفوا الكتب ولا تعلموا العلم ولا علموه للناس، فهم؟ لكن الأمل عند عوام الناس يدعوهم إلى الغفلة عن إيه؟ عن عما ينفعهم في الآخرة، فهمت بقى؟ عشان كده قال لك إيه؟ وهو مذموم للناس إلا للعلماء، فلولا أملهم لما ألفوا ولا صنفوا. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ألم مقدماته وحال سكراته. هو الموت ده بيتزق؟ بيتدق يعني؟ ولا بيتاكل ولا بيتشرب؟ يبقى يعني ايه ذائقة؟ يعني معناه تشعر بمقدماته، الشعور بمقدماته، فجعلها نوع من الذوق يعني. وحال سكراته، وهذا وعد ووعيد للمصدق والمكذب. وإنما توفون أجوركم، تعطون جزاء أعمالكم خيرا كان أو شرا، تاما وافيا يوم القيامة، إذ هو يوم الجزاء للعمال على ما لهم في الدنيا من الأعمال. فمن زحزح، أي نحية وأبعد، وكلمة زحزح دليل أنه بالعافية يعني يدوب حينجو كده بالعافية، فهمت؟ الزحزحة تدل على إيه؟ على صعوبة الوصول إلى المسألة، فهمت؟ فمن زحزح، أي نحية وأبعد عن النار وأدخل الجنة، هو كالتصريح بالملزوم، إذ يلزم من الإبعاد عن النار إدخالها الجنة، إذ لا واسطة بينهما عند أهل الإيه؟ عند أكثر أهل الحق. فقد فاز من الفوز، وهو الظفر بالمراد والمرام. وما الحياة الدنيا، أي زخارفها، إلا متاع الغرور، أي كمتاع يدلس به على المستام فيغر ويشتريه، فمن اغتر بها وآثر فهو مغرور. عارف أنت الغرر؟ الغرر أنك أنت تغر واحد أن البضاعة دي جيدة وهي أصلا فاسدة، تقوم تجيب عربية عاملة حادثة ومدهولة خالص ومصدية، تروح دهنها وموضبها، لكن هي أصلها جواها إيه؟ جواها فساد، لكن أنت رحت إيه؟ زينتها للذي يشتريها، وإيه؟ وخبأت ما فيها من معايب حتى يغتر فيشتريها. أهي الدنيا كده، الشيطان زينها لأهل المعاصي فاغتروا أن فيها بغيتهم فاستغرقوا فيها، فإيه؟ فاشتروها وباعوا آخرتهم، زي اللي يشتري بضاعة فيظن أنها جيدة وتطلع في الآخر فاسدة، فهم؟ أدي معنى الغرور. يبقى اغتروا فاشتروا إيه؟ الدنيا، وباعوا الآخرة ظنا منهم أن الدنيا إيه؟ بضاعة رائجة وإيه؟ وفيها سعادتهم، والحقيقة أن ليست فيها سعادة ولكن فيها لذة، وفرق بين اللذة والسعادة. اللذة يعقبها فتور وكآبة، والسعادة يعقبها انشراح وإيه؟ ورضا ويقين. حتى هرمون السعادة سيروتونين، وهرمون اللذة دوبامين، والدوبامين يقعد في الجسم لحظات ويختفي، وبعدها يبقى فتور وكآبة وصداع، فهم؟ ده زي الإدمان، فهم؟ يبقى إيه؟ كل اللي في الدنيا ده شغل لذة بس، لذة عابرة ما تدومش، ويعقبها فتور وصداع وألم وندم وحسرة، فهم؟ حتى أنت لما تأكل أكلة بتحبها تبقى متلذذ بيها، تقوم تشبع تشبع يبقى عندك تخمة، يعقبها تخمة وألم، تبقى عايز تتقيأها عشان تخلص منها، فهم؟ هي الدنيا كده، فيها لذة وليست فيها سعادة، السعادة في الآخرة وأعمال الآخرة، فهمت؟ عشان كده النبي يقول لك إيه؟ السعادة في الرضا واليقين، والشقاء في إيه؟ في السخط والضجر، النبي قايل كده، في السخط والضجر، يعني السخط اللي هو عدم الرضا، والضجر عدم الصبر، هو ده بقى إيه؟ الشقاء، واحد يبقى إيه؟ لا صبور ولا راضي، يبقى عايش في شقاء. طب واحد تاني راضي وإيه؟ ومتيقن إن ده فعل الله فيه لطف به، تلاقيه عايش في السعادة. واضح يا أستاذ؟
يبقى تعريف السعادة ايه؟ الرضا واليقين. وتعريف الشقاء ايه؟ السخط والضجر. ده تعريف نبوي. إلا متاع الغرور. فهمت؟ كمتاع يدلس. يدلس يعني ايه؟ يعني يخبأ عيبه، يدلس به على المستام، المستام الذي يريد شراؤه، فيغر ويشتريه ظنا منه أنه جيد، وفي الحقيقة أن عيبه مخفي. واضح؟ فمن اغتر بها وآثرها فهو مغرور. وقال تعالى في الآية التي فيها ما جاء في الحديث أنها من مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب احنا قلنا خمسة في الآية، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمسة لا يعلمها إلا الله، أي شيء خير أو شر تكسب غدا. والجملة عطف على جملة، إن الله أثبت اختصاصه به تعالى على سبيل الكفاية على الوجه الأبلغ، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وإذا كان هذا شأنها فيما هو أخص الأشياء بها فكيف هي بمعرفة ما عداهما. وقال تعالى فإذا جاء أجلهم، أي وقت انقضاء عمرهم، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والساعة هنا بمعنى اللحظة، مش الساعة اللي هي 60 دقيقة، اللحظة. فاهم؟ أي لا يستمهلون لحظة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الصلوات الخمس وسائر العبادات والمرنة يوم عن اللهو بها، ومن يفعل ذلك أي الشغل عن ذكر الله بالمال والولد فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أنا رأيي ذكر الله هنا طاعة الله مطلقا، كل أنواع الطاعة. فهم؟ لكن بعض العلماء في التفسير قال لك ذكر الله هي الصلاة المفروضة. لا، مش المفروضة بس، كل طاعات الله. فهم؟ ومن يفعل ذلك أي الشغل عن ذكر الله بالمال والولد فأولئك هم الخاسرون، حيث آثروا العاجل على الآجل والفاني على الباقي. وأنفقوا مما رزقناكم، المراد كما قال الجمهور المتأولين الزكاة، وقيل هو عام في كل مفروض ومندوب، من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أي علامته وأوائل أمره، فيقول رب لولا أخرتني، أي أمهلتني، وهو طلب الكر والإمهال، إلى أجل قريب، أي زمن يسير آخر. قال ابن عطية سماه قريبا لأنه آت، لأن كل آت قريب، أو لأنه إنما تمناه ليقضي فيه العمل الصالح فقط، وليس يتسع الأمل حينئذ لطلب العيش ونضرته. فأصدق أي أتصدق، وهو منصوب في جواب الطلب، وأكن من الصالحين، أكن من الصالحين، هكذا بالجزم عند كل القراء إلا أبو عمرو يقول وأكون من الصالحين، أبو عمرو البصري، أبو عمرو البصري رأيه وأكون من الصالحين. وأكن بالجزم. قال الزمخشري عطف على محل فأصدق، لأن لولا أخرتني فأصدق، الصدقة دي الجواب مش جواب شرط، وأكن عطفها على محل أصدق فبقت مجزومة زيها. فهمت بقى ازاي؟ قال الزمخشري عطف على محل فأصدق وأكن، هذا مذهب أبي علي الفارسي. وأما ما حكاه سيبوي عن الخليل فهو غير هذا، وأنه جزم وأكن على توهم الشرط الذي يدل على التمني، ولا موضع هنا لأن الشرط ليس بظاهر، وإنما يعطف على الموضع حيث يظهر الشرط، كقول من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في قراءة يذرهم وفي قراءة ويذرهم،
وفي قراءة ونذرهم، ثلاث قراءات في الحتة دي. يبقى بالياء مع الرفع الايه؟ مع رفع الراء، وبالياء مع سكون الراء، وبالنون مع رفع الراء. نذرهم، يذرهم، يذرهم. ومن يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. مين اللي بيقول يذرهم؟ البصريان وعاصم. يذرهم بإيه؟ بالياء ورفع الراء. يذرهم ده مين بيقول كده؟ البصريان اللي هو أبو عمرو ويعقوب الحضرمي، وعاصم الكوفي اللي هو حام إيه؟ اللي هو شعبة وحفص. طب ومين اللي بيقول نذرهم؟ المدنيان والشامي والمكي. نذرهم المدنيان اللي هو نافع وابو جعفر، والشامي اللي هو ابن عامر، والمكي اللي هو ابن كثير. ومين اللي يقول ويذرهم؟ ويذرهم بالتسكين اللي هو موضع الشاهد، يعني جايب هنا موضع الشاهد ايه؟ قراءة يذرهم، هو ده موضع الشاهد اللي هتكلم عليه اللي هو بالجزم بالياء والسكون. اللي بيقول كده مين؟ الاصحاب باقي الكوفيون مع عاصم، حمزه والكسائي وخلف، يقول ويذرهم. يبقى هنا الشاهد على ايه؟ على ويذرهم مش ويذرهم. نقرا بقى ونفهم. في من جزم ويذرهم عطف على موضع فلا هادي له، من يضلل الله، مش ده شرط اهو؟ فلا هادي له، ده جواب الشرط. عطف على جواب الشرط، على محل جواب الشرط عطف عليها يذرهم، فخلاها مجزومة زيها. فهم؟ مين اللي عمل كده؟ قراءة أبو إيه؟ قراءة الأصحاب حمزة والكسائي وخلف. لأنه لو وقع هنالك فعل كان مجزوما، والفرق بين العطف على الموضع والعطف على التوهم مفقود وأثره موجود دون مؤثر. انتهى. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. شوف في قراءة كده جاء أجلها، همزة واحدة، يحذف الهمزة الأولانية ويثبت الثانية، جاء أجلها. مين اللي بيعمل كده؟ قالون. يقول جاء أجلها، سهلة تبقى قراءة حلوة، لكن إيه القراءة المشهورة؟ جاء أجل، شوف تتعبك، جاء تجيب همزتين بالإزهار في الاثنين، لكن قراءة قالون أسهل. جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أو جاء أجلها اللي هي القراءة اللي احنا بنحفظها قراءة حفص. حض على المبادرة والمسابقة للأجل بالعمل الصالح، هي لأجل حض على المبادرة والمسابقة للأجل بالعمل الصالح، مش كده مكتوبة كده؟ طيب. والله خبير بما تعملون. قرئ بالفوقية، تعملون التاء اسمها فوقية عشان نقط فوقيها. وعد. وقرئ بالتحتية، والله خبير بما يعملون، قراءة شعبة. شعبة يرى ايه؟ بما يعملون بالتحتية على سبيل الوعيد، يعني كان يعمل الكافر، وقال لك تعملون هنا بإيه؟ للمؤمن. يبقى تعملون للمؤمن هتاخد ثواب، فيها وعد. ويعملون للكفار المقصرين إيه؟ فيها الوعيد العقوبة. فهمت؟ يبقى قراءة التاء فيها الوعد، وقراءة الياء فيها الوعيد، لعلك تفهم. أي فهو مجازيكم على صالح عملكم ومجازيهم على سيئها. وليه خلينا تعملون للمؤمنين ويعملون للكافرين؟ لأن المؤمن أهل للخطاب فيكلمه يقول له تعملون، والكافر غير أهل للخطاب فيكلمه خطاب الغيب لأنه محجوب عن رب. واضح؟ فما يبقى يعملون يبقى بيكلم الكافر علشان غير أهل للخطاب المباشر. فهمت؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لكن يقول تعملون يبقى لمن كان أهلا للخطاب من الله وهم أهل الإيمان. واضح يا أستاذ؟ يا سلام على جمال القرآن. شعرت بجمال القرآن ولا مش شعرتش لسه؟ ولا لسه يا أخي كده عايز نايم؟
يا رب يفوقك يا رب، اجيب لك دكتور تخدير يفوقك. وقال تعالى حتى اذا جاء احدهم، حتى متعلق بيصفون، سبحان ايه ربك عما يصفون اللي قايلها قبلها بعده ايات، يعني المذكور قبله في قوله سبحان الله عما يصفون، وما بينهما اعتراض لتاكيد الاعتناء بالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، اي لا يزالون على سوء الذكر الى ان جاء احدهم. وجوز ابن عطيه كونها غايه لكلام محذوف، واقتصر عليه ابو حيان في النهر، قال والتقدير فلا اكون كالكفار الذين يهمزهم الشيطان ويحضرونهم حتى اذا جاء احدهم الموت، ورجح ابن عطيه كونها ابتدائيه، قال رب ارجعوني، رب ارجعون، ردوني الى الدنيا، رب ارجعوني باثبات الياء ايه وسطا واقفا عند مين؟ يعقوب الحضرامي. قال رب ارجعون ردوني الى الدنيا، والواو لتعظيم المخاطب، وقيل لتكرير قولي ارجعني، قال ابن عطية او استغاث بربه اولا ثم خاطب ملائكة العذاب بقول ارجعوني، لان ايه جمع هنا الواو جمع، لعلي اعمل صالحا فيما تركت، اي في الذي تركته من الايمان، لعلي اتي به واعمل فيه صالحا، او المال او الدنيا، كل ده تركت، يا اما الدنيا او المال او العمل الصالح. كلا ردع عن طلب الرجعة واستبعاد لها. وفي النار قيل هي من قول الله تعالى، وقيل من قول من عاين الموت. مين اللي قال كلا؟ قال لك ربما يكون ربنا قال لهم كده، او الملائكة قالوا لهم كده، او هو قال لنفسه، ايه مبين ان هو خلاص يأس، فاهم؟ أو من قول من عاين الموت يقولها لنفسه تحسرا وتندما. إنها أي رب ارجعون، الكلمة دي بقى إنها كلمة هو قائلها، والكلمة هي الطائفة من الكلام، الجملة المفيدة يعني، الكلمة هي الجملة المفيدة مش اللفظ، معناها جملة مفيدة سموها الكلمة. كلا إنها كلمة هو قائلها، والكلمة الطائفة من الكلام المنتظم بعضها مع بعض، يعني تكتب فيها الجملة المفيدة، الجملة المفيدة هو قائلها لا محالة لتسلط الحسر عليه، وهذا محتمل كما قال ابن عطية للأخبار المؤكدة بوقوع هذا الشيء، أو المؤكدة، أو بأن المعنى أن هذه كلمة لا تغني من أكثر قولها ولا نفع لها بها ولا غوث فيها، وإشارة إلى أنهم لو ردوا لعادوا كما كانوا، ففيه ذمهم. قال الصفوي وعلى الثالث فهو علة الردع، أي ارتدعوا. ليه ارتدعوا؟ عشان لو عدتم، لو رجعتكم تاني هترجعوا الكفار تاني، ولو ردوا لعادوا لمنوا عنه وإنهم لكاذبون، فكلمة زي قلتها، فاهم؟ قال الصفوي وعلى الثالث فهو علة الردع، ارتدعوا فوعدكم بالعمل الصالح لو رجعتم مجرد وعد لا وفاء بحقه، ومن ورائهم يعني أمامهم برزخ، يبقى من ورائهم يعني إيه؟ يعني أمامهم برزخ إلى يوم يرجع يبعثون، زي إيه؟ ومن ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، يعني أمامهم، مش كده؟ برزخ حاجز بينهم وبين الرجعة إلى يوم يبعثون، هو إقناط كلي للعلم بأن لا رجعة إلى الدنيا يوم البعث، فلا رجع أصلا. فإذا نفخ في الصور، وهو القرن، وقيل جمع صورة اللي هو بينفخ في مين؟ سيدنا إسرافيل، وأيده القاضي البيضاوي، وقيل جمع صورة وأيده القاضي البيضاوي بقراءة الصور، فإذا نفخ في الصور، ودي قراءة شاذة عن الحسن البصري، الصور بدل السور يقول لك إيه؟ فإذا نفخ في الصور، دي قراءة شاذة عن الحسن البصري. والمراد النفخة الأخيرة،
فلا أنساب بينهم، أي لا تنفع يومئذ ولا يتساءلون، يعني لا أنساب بين الكافر والمؤمن، لا ينتفع الكافر بنسبه للمؤمن، طب المؤمن ينتفع بنسبه للمؤمن، يبقى هنا نفي الانتفاع بالنسب اللي هو بين الكافر والمؤمن، وإثبات الانتفاع بالنسب بين المؤمن والمؤمن. ربنا بيقول في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم، فأثبت النفع بالنسب، وهنا نفى النفع بالنسب. فيقول لك في تناقض، نقول له ما فيش تناقض يا وهابي، لأن النفع النفي بالنسب هو الذي يكون بين المؤمن والكافر. يعني لو واحد أبوه كافر وابنه مؤمن، ما ينتفعش ان ابنه مؤمن دخل الجنة، يقوم يستفيد هو ويدخل مع ابنه، يقول انا ابوه، الكفر يمنع، فاهم؟ لكن لو هما الاثنين مؤمنين، واحد منهم ولي كبير قوي والتاني مسلم عادي خلط عمل صحيحا، ربنا يرفعه مع اللي اعلى منه في الايمان، لانه الاثنين مؤمنين. فالايمان، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي، رواه الطبراني باسناد صحيح يا وهابي. لان الوهابي يقول لك اصل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا فاطمة اعملي ما شئت فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يبقى النسب لا ينتفع. يا ابني يا غبي، هذا الحديث كان في بداية الدعوة، يعني يا فاطمة إن لم تؤمنوا بي 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 برسالتي يا بنتي مش هنفعك في النسب في الآخرة. ده الكلام ده كان في البداية خالص يا وهابي، لما جمع قريش وقال له أنذر عشيرتك الأول الأقربين، قال كده. لكن بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي، يبقى نفهم الكلام ده، لان الوهابيه يعملوا مشاكل طول عمرهم، عاملين مشاكل، عاملين زي التلميذ المشاغب اللي عايزين نرفده من المدرسه. يبقى فلا انساب بينهم، يعني بين المؤمن والكافر، فلا انتفاع الكافر بنسبه للمؤمن. يومئذ ولا يتساءلون، كمان مش هيتسال نسبك ايه، في حد قريبك كده كويس تلحق بيه، مش هتسال، لانه كفره يمنعه من الانتفاع، واضح؟ كما يفعلون اليوم، بل يفرح القريب ان وجب له حق ولو على ولده ووالده فياخذه منهما. ولا يتساءلون، اي لا يسال حميم قريب حميمه وقريبه. ولا ينافي قول تعالى واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، مره يقول بيتساءلوا يقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ومره يقول لا يتساءلون. ايوه لا يتساءلون عن انسبهم بالانتفاع بها، لكن انا يتساءلون عما يقع فيهم من عذاب. يبقى يبقى دي بتثبت حاجه وبتنفي حاجه ثانيه، انتفت الجهه. فاذا انتفت الجهه لا تناقض، فهمت؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأثبت التساؤل. وهنا قال لا يتساءلون، نفى التساؤل، هنا نفى التساؤل عن النسب والانتفاع به، وهنا لم ينفي التساؤل عن الاستفهام عما يقع به من عذاب، واضح؟ لأن يوم القيامة مواطن ومواقف، أو ما نحن فيه عند النفخة والآية الثانية بعد المحاسبة ودخول أهل الجنة هذا. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فمن ثقلت موازينه بأن تكون له عقائد وأعمال صالحة تثقل ميزانه، فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالنجاة والدرجات. ومن خفت موازينه بأن لا عقائد ولا أعمال صالحة تثقل ميزانه، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، حيث أبطلوا استعدادها وجمع الموازين، من حيث إن الموزون جمع وهو أعمال، ومعنى الوزن إقامة الحج على العباد وإظهار للعدل بالمحسوس على عادتهم وعرفهم. وفي وزن الكافر وجهان، قيل بوضع كفره في كفة فلا يوجد شيء يعادله في الكفة الأخرى، وقيل بأن يوضع في الثانية ما له من عمل صالح من صلة رحم ووجه بر،
فيخف عمله. ليه؟ لأنه ما كانش مصاحبه نية صحيحة لعدم إسلامه. وفي جهنم، في جهنم خالدون بدل من خسروا أنفسهم ولا محل له، لأن المبدل منه هو الصلة لا محل له، أو خبر بعد خبر لفأولئك، أو خبر مبتدأ محذوف أو متعلق بالظرف بدل من الصلة، ومن بدل المطابق كما في النهر. قال: وأجاز أبو البقاء أن يكون الذين نعت فأولئك، وخبر فأولئك في جهنم، والظاهر أنه خبر فأولئك لا نعت، وخالدون خبر ثاني وفي جهنم متعلق به. تلفح تحذف وجوههم النار وهم فيها كالحون. يبقى تلفح وجوههم النار يعني ايه؟ يعني تهب على وجوههم، فيشعرون بايه؟ بشدة حرارتها. عارف اما يجي لك ريح كده شديدة سخنة وتيجي على وجهك، يبقى لفحتك، فهمت؟ يعني لفتهم، ومنها التلفيح، بيلفها كده، فهمت ازاي؟ تلفح تحذف وجوههم النار وهم فيها كالحون. كالحون يعني ايه كالح بقى؟ عارف لما شفت الشفة السفلى تلزق في صدر الانسان المحروق، في ناس محروقين، تبص تلاقي ايه؟ حرق ناري. يخف ازاي؟ يوم يحصل انقباض كده، وانقباض تاني كده، ويبقى اسنانه باينة، او ده الكالح. يبقى الكالح اللي هو ايه؟ اللي هو بقه الشفتين انقبضوا العليا الاعلى والسفلى الاسفل، وصارت اسنانه باينة وفيها كلاحة وفيها ايه؟ وفيها قبح وفيها قذارة، لان اصبحت مش متنظفة، لانها معرضة كده لكل الزبالة، فهمت؟ وساعات البني ادم من المصري، المصريين لما يشتموا واحد يقول له يا كلح، مش كده؟ كلح يعني ايه؟ يا مشوه الاسنان والفم، يعني مشوه الخلقة، فهمت؟ ويقصد بهذا مشوه الاخلاق يعني. وهم فيها كالحون اي عابسون، وهو تقلص الشفتين من الانسان، وخص الوجه باللفح لانه اشرف ما في الانسان، والانسان احفظ له من الافات من غيره من الاعضاء، فاذا لفح فغيره ملفوح. ولما ذكر اللفح ذكر الكلوح المختص ببعض الاعضاء وهو الوجه، فتتقلص الشفة العليا حتى تبلغ الرأس، وتسترخي الشفة السفلى حتى تبلغ السرة. يا كما جاء ذلك في حديث مرفوع عند الترمذي وقال إنه حسن صحيح. ألم تكن آياتي تتلى عليكم أن يقال لهم ذلك فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، أي الشقاوة وسوء العاقبة، وكنا قوما ضالين، أي عن الهدى، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا لما تكره فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها، أي ذلوا وانزجروا كما تنزجر الكلاب، ولا تكلموني، في رفع العذاب، أي ولا لا تكلموني رأسا، لا تكلموني أصلا، لا في دي ولا في غيرها، فيش كلام بيننا، فهمت؟ وعن بعض السلف أنه لم يكن لهم بعد ذلك إلا زفير وشهيق وعواء كالكلاب. إنه أي الشأن كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. قال ابن عطية: والفريق المشار إليهم المستضعفون من المؤمنين، وهي وإن نزلت في شأن الكفار من قريش مع صهيب وبلال وعمار ونظرائهم، إلا أن نظراءهم في ذلك مثلهم، فاتخذتموهم سخريا. سخرية قراءتين، سخريا يقرأها المدنيان والأصحاب، يقول لك سخرية، والسخرية إيه؟ جاية إيه؟ من السخرية، يعني إيه؟ يسخروا منهم. وسخرية يعني جاية إيه؟ من الانقياد. اللي يقرأها سخريا كل القراء ما عدا المدنيان وإيه؟ والأصحاب يقرأها سخرية بكسر السين سخرية، وضمها لغتان بمعنى الهزم الهزم، وزيدت ياء النسبة للمبالغة. وعند الكوفيون تكتب عدا عاصم المضموم من السخرة، الكوفيون عدا عاصم يبقوا الأصحاب،
ويضاف اليهم المدنيين كمان، كل دول يقراء بالضم سخرية. وعند الكوفيين نكتفويا عدا عاصم، ومعهم بالضم المدنيان اللي هو ايه؟ نافع وابو جعفر، من السخرة بمعنى الانقياد والعبودية، وكسرية من الاستهزاء، بس سخرية من السخرية، وايه؟ وسخريا من السخرة وهو الانقياد والعبودية. والكسر فيه اكثر وهو اليق بالآية، ما يصحش. ليه؟ لان طالما وارد في المتواتر بالضم ما تقولش اليق على قراءة دون اقراء، ما يصحش. ليه؟ لوروده بالضم في القراءات المتواترة، فلا يليق ان ترجح قراءة على قراءة. واضح؟ لكن دي تدي معنى ودي تدي معنى، لكن ما فيش ترجيح، كله متواتر، كله قرآن، كله فصيح. واضح؟ ألا ترى أن قوله حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، ونسبة الإنساء إلى الفريق من حيث أنه كان بسببهم، والمعنى اشتغالهم بالهزء بهؤلاء أنساهم ما ينفعهم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي بصبرهم على أذاكم، أنهم هم الفائزون. قال الزمخشري: من فتح الهمزة إن فهي ومعمولة المفعول الثاني أني جزيتهم فوزهم، ومن كسر فهو استئناف. وقال في النهر: الظاهر أنه تعليل من حيث المعنى لا من حيث الإعراب للاضطرار المفتوح إلى العامل. والفائزون المنتهون إلى غايتهم التي كانت أملهم، ومعنى الفوز النجاة من هلكة إلى نعمة. يبقى أنهم هم الفائزون، وفي قراءة إنهم هم الفائزون. كويس، نشوفها كده، هل قراءة إنهم دي متواترة أم لا؟ نراجعها في المصحف بتاعي اللي أنا حاطط فيه القراءات العشر. إياك حد ياخده مني، ده بشيله هنا محدش يسرقه، مش مسامح. قعدت اعمله ده 5 سنين، كتبت على مش القراءات العشر كلها. انهم انهم اللي بيقول انهم الاخوان، اللي يقول انه مين الاخوان؟ مين الاخوان؟ حمزه والكسائي. حمزه والكسائي هم دول يقول انهم هم الفائزون، والباقي يقولوا ايه؟ انهم. يبقى نكتب كده: من فتح الهمزه ان فهي معموله الثانيه ان، ومن كسر تكتب فوق، ومن كسر تكتب فوق الاخوان حمزه والكسائي، تفتح قوس تكتب حمزه والكسائي. كنت بحج انا بره، بحج وكان المصحف ده معايا، وطالعين بقى ايه من منى في ايام التشريق، خلصنا ايام التشريق وطالعين على مكه، والاتوبيس زحمه، وقالوا لنا يلا بسرعه بسرعه بسرعه. فانا خدت المصحف ده لفيته في البطانيه بتاعتي عشان الحق اركب الاتوبيس، لان انا اللي مأخر الاتوبيس كله، وكانت رحله، كان حج قرعه تبع الحكومه يعني، وناس ما تعرفنيش، بتبقى مجموعه ما تعرفش بعضها. طلع بقى يا دكتور عطلتنا يا دكتور، فرحت انا بطلع بسرعه، وايه والمصحف ده موجود جوه البطانيه. ركبت، بعد ما مشي الاتوبيس بفتح البطانيه ما لقيتش المصحف، ضاع مني، كاني بالظبط ابني مات واكتر. عندي حسره رهيبه، مش هجيبه منين، وموسم حج، وفضلت حزين لحد ما وصلت الفندق في مكه 3 ساعات على ما وصلت وانا حزين على البتاع. طالع بركب الاسانسير لقيت واحد بيقول لي يا دكتور ده وقع منك وانت بتركب. اه والله. وشالوه لي جابوه لي الحمد لله. فما ضاعش مني في الحج، اوعوا حد فيكم ياخده مني هنا. خدوا خدوا بقى. يا الله.
الفائزون أي المنتهون إلى غايتهم التي كانت أملهم، ومعنى الفوز النجاة من هلكة إلى نعمة. قال أي الله أو الملك المأمور بسؤالهم: كم لبثتم في الأرض أي أحياء، عدد سنين، تمييز لكم، وسؤال لهم توقيف، وهو تعالى يعلم عدد ما لبثوا، يعني من باب إيه؟ من باب إقامة الحج عليهم يعني والتبكيت. أو لفرط هول العذاب نسوا ذلك. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال ابن عطية: والغرض توقفهم على أن أعمارهم القصيرة أداهم الكفر فيها إلى عذاب طويل. وقيل معنى السؤال عن مدة لبسهم في التراب أمواتا، وعليه جمهور المتأولين. قال ابن عطية: وهو أصوب، من حيث أنهم أنكروا البعث وكانوا يرون ألا يقومون من التراب. قيل لهم لما قاموا منه: كم لبثتم؟ فاسأل العادين، أي القادرين على العدد، فنحن في شيء لا نقدر معه على أعمال الكفر. العادين الملائكة الحفظة. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أي ما لبثتم فيها إلا زمانا قليلا على فرض أنكم تعلمون مدة لبثكم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي عابثين بلا فائدة، حال أو مفعول له، ملهيا بكم، وما زيدت للتأكيد، وأنكم إلينا لا ترجعون، عطف على أنما. وقال تعالى: ألم يأني، أي ألم يحن، يقال أني الشيء يأنى إذا حان. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ما نزل ونزل، نزل قراءة نفع وحفص، نزل الباقون، أي ألم يأتي وقت خشوعها عند ذكر الله أو لأجل ذكر الله والموعظة وسماع القرآن. وعن ابن عباس: عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد 13 سنة من نزول القرآن. وحكى السبكي عن ابن المبارك أنه في صباه حرك العود ليضربه، فإذا به قد نطق بهذه الآية، فتاب ابن المبارك وكسر العود، وجاءه التوفيق والخشوع والإخبات والتطامن. يعني عبد الله بن المبارك كان في بداية حياته كان غاوي موسيقى، وكان عنده عود وطنبور، وكان إيه يقعد طول الليل بقى إيه يسهر، ياكل فاكهة ويشرب ويلم حبايبه ويقعد إيه يعمل على العود ويغني ويعمله، كان غاوي مزيكا. وبعدين مرة من المرات وهم قاعدين مسك العود عايز يضرب في العود، فحاول يضرب العود، بس لقى العود نفسه نطق بالآية دي، كرامة له، فهمت ازاي؟ فلما ايه لما حصلت له هذه الكرامة تاب الى الله وأناب، وترك بقى اللهو ده كله، وبقى ايه عبد الله بن المبارك المشهور، الرجل الصالح العالم الكبير. نقراها تاني. وحكى السبكي عن ابن المبارك انه في صباه حرك العود، العود آلة موسيقى وطرب، ليضربه، فإذا به قد نطق بهذه الآية، العود نطق بالآية دي، كرامة له، من باب إيه؟ من باب كرامات الأولياء. فتاب ابن المبارك وكسر العود، وجاءه التوفيق والخشوع والإخبات والتطامن، وهي هيئة تظهر في الجوارح متى كانت في القلب، ولذا خص القلب بالذكر. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، كاليهود والنصارى، عطف على تخشع على قراءة بالتحتية، ولا يكون بالتحتية، ونهي عن مماثلة أهل الكتاب على القراءة بالفوقية، ولا تكون قراءة رويس عن يعقوب، ولا تكون كالذين أوتوا الكتاب. يبقى قراءة رويس عن يعقوب، احنا عندنا يعقوب الحضرمي له رويان، رويس وروح، رويس ده أحد قراء يعقوب الحضرمي بإقراء بالتاء. وفي التفات: فطال عليهم الأمد، الزمان بينهم وبين أنبيائهم، فقست قلوبهم، معناها صلبت، وقل خيرها وانفعلها بالطاعات، وسكنت إلى المعاصي، ففعلوا منها ما هو مأثور عنه، وكثير منهم فاسقون خارجون عن الدين. والآيات القرآنية في الباب أي التحريض على تذكر الموت وترك الاغترار بالحياة كثيرة معلومة، والسعيد يكفيه واعظ واحد، بخلاف من لا نور له فلا ينجع فيه ألف عظة وشاهد. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا،
وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.